السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتي اليوم هي selection عن arrangement of teeth and removable partial denture. طبعا انتو اخذتوا بالمحاضرة السابقة الجو ريليشن وعرفتوا desirable جو ريليشن اللي يحتاجها بالبارشال دنشر، سواء كان البارشال دنشر هو bounded free end or partial denture opposed by complete denture. ورا ما حددنا نوع الجو ريليشن اللي نختاره وعرفنا النوع الجو ريليشن ريكورد اللي اخذناها، راح نختار نوع الاسنان type of teeth that used for final denture. المحاضره راح اقسمها الى قسمين، القسم الاول راح يحكي عن teeth selection and arrangement، والقسم الثاني راح يحكي عن trial denture لسهوله الابلود. Artificial teeth، عندنا ثلاثة أنواع teeth حسب المادة حسب الماتيريال، هي الأكريليك teeth، البورسلين teeth، metal اللي هو إما gold يا إما كروم. هذا كل نوع راح نحكي عليه advantage disadvantage and application، كذلك limitation of each part or each type. مثل ما تعرفون function of artificial teeth هي prevent the migration of remaining teeth. بعد الإكستراكشن of tooth راح يصير عندنا migration of adjacent teeth، فراح يصير عندنا closure لهذا السبيس. حتى نمنع هذا الكلوجر لهذا السبيس اللي راح يمنعه هو الارتفيشال teeth اللي راح نستخدمه بالبارشال دنشر، كذلك هو retain the proper interarch space by prevent the السوبر اربشن او اوفر اربشن اوف اوبوزنج تيث. كذلك الفانكشن اوف تيث ارتفيشال تيث ريستريشن اوف ماستيكاتوري فانكشن، كذلك الفونيتكس، مينتين ذا استاتكس نورمال فيشال كونتور. ارتفيشال تيث راح تعطينا بروبر سبورت للليب، بروبر سبورت للتشيك، وتحافظ لنا على النورمال فيشال بروفايل. النوع الأول من الماتيريال هو الأكريليك دنشر تيث. الأكريليك دنشر تيث من اسمها هي مصنوعة من أكريليك رزن. الأكريليك رزن تطور بمرور السنوات من مادة كلش ويك إلى مادة هارد، فالأكريليك رزن صار أكثر ريزيلينت، أكثر وير ريزيستنت، and more or excellent aesthetic properties. الأكستيك بروبرتيز أوف أكريليك دنشر ممكن مقاربة للبورسلين تيث. كذلك الأدفانتج أوف أكريليك تيث إنه تعطينا ناتشرال ساوندينج إن فانكشن. البيشنت من يسوي كلوجن على الأكريليك تيث راح يحس إنه هو يسوي كلوجن على كأنه ناتشرال تيث، لأنه الأكريليك تيث بها خاصية الأبسوربشن أوف شوك، يعني كوشنج إفكت. هذا الشيء راح يفيدني انه البيشنت راح يحس انه هو يسوي اوكلوجن على ناتشرال دنتيشن، والساوند اوف اوكلوجن اون ارتفيشال تيث مشابه للساوند اوف ناتشرال دنتيشن، بما انه هي بيها كوشنج افكت اور شوك ابزوربشن بروبرتي. هذه راح يسوي لنا تقلل لنا الستريس اللي اوف اوكلوجن على الريسيدجوال ريج. فاذا عندنا كيس وذ فلات ريج، كيس وذ سيفيرلي ريزوربد ريج، نستخدم لها أكريليك تيث مو غير تايب أوف تيث، يعني مو بورسلين تيث. الأكريليك تيث أدفانتج مالتها بما أنه هي أكريليك ممكن نسوي لها adjustment, recontouring and polishing easily، وهذا راح يسمح لنا أنه نستخدمها in cases in limited space application، يعني limited space يعني صاير إذا عندنا كيس بها over eruption of opposing dentition والانتركلوزال او انتر ارتش سبيس قليل، نقدر نستخدم الاكريليك تيث. اذا عندنا ليميتد سبيس ميزولينجوال او العفو ميزوديستالي بسبب ميجريشن اوف ادجيسنت دنتيشن، نقدر نستخدم الاكريليك تيث لانه هي ايزي تو ادجستد تو ادجستمنت اند ريكونتورينج. الأكريليك تيث بما أنه هي مصنوعة من أكريليك فهي chemically bonded to
دنتشر بيس، لأنه الدنتشر بيس هي أيضا مصنوعة من أكريليك، وهذا الشيء راح يفيدنا أنه ما راح يصير عندي ستينينج ولا راح يصير عندي ليكج at the area of junction between the acrylic teeth and denture base. هذه المشكلة راح تواجهنا بالبورسلين تيث، بناء بالأكريليك تيث ما موجودة. كذلك سهولة الريبير، يعني أنه بما أنه هي أدم chemical reaction، فسهولة الريبير of fractured tooth, lost tooth of partial denture can be easily repaired، لأنه فقط اللي نحتاجه هو قليل من الأكريليك ونسوي adaptation للتوث على الدنتشر بيس وراح يصير بوند وراها polishing والسلام. A disadvantage of acrylic انه has low abrasion resistance. احنا قلنا انه excellent wear resistant للأكريليك تيث، هذا الشيء اذا قارناه ويا البورسلين وبيا الميتال، ويا الميتال الأكريليك تيث راح تطلع انه هي low abrasion resistant بيناتهم، وراح يصير بيها wearing rapidly in some patient. يعني in some patient ال patient اللي عندهم parafunctional activity، ال patient اللي عندهم bruxism و atrogen و عندهم heavy occlusal load، هذا راح يصير بيها wearing اسرع من باقي types of teeth. So it is preferred to be used in situation when the acrylic teeth is opposing other acrylic teeth. يعني إذا عندك partial denture، previous partial denture made from acrylic teeth، نقدر نستخدم الأكريليك تيث بالpartial denture مالتنا. فراح تحتاج monitoring by the time to ensure that there is no any wearing or lose of vertical dimension. يعني نعرف إذا صار عندنا wearing بالartificial teeth معناه عندنا صار lose بالvertical dimension، خصوصا إذا كان ال opposing dentition هو natural dentition or porcelain teeth or metal occlusal surface. Porcelain denture teeth النوع الثاني. ال porcelain denture teeth advantage مالتها هي aesthetic teeth، لأنها مصنوعة من porcelain. Porcelain بخاصية ال reflection of light and translucency، فراح تنطينا aesthetic result أفضل. والبورسلين تيث have high abrasion resistant and exhibit minimal wear، لأنه البورسلين تيث هي بقد ما هي hard material ممكن تسوي لنا اترجن بال opposing dentition. هسه هاي الصورة عندنا partial denture، patient عنده lower partial denture made of porcelain teeth، والأبر تيث عند السنترالز and laterals made of crowns، سيراميك crowns. فشوف الرفلكشن اوف لايت والناتشرال بروفايل اللي تعطينا اياه بورسلين تيث افضل بهواية من الاكريليك تيث. الديزادفانتج اوف بورسلين تيث از ساوند ان ناتشرال تو بيشنت، يعني البيشنت اللي عنده بورسلين تيث راح يقول لك حرفيا انه انا جاي اسوي اوكلوجن على حصواية او احس الصوت الطبقة قوي. هذا الشيء يعود لطبيعة البورسلين. البورسلين هارد ماتيريال، ايش قد ما هي هارد ايش قد ما هي بريتل. بريتل معناها انه هي ممكن يصير بيها فراكتشر وكراكينج بكل سهولة. هذا الفراكتشر والكراكينج عندنا راح يسوي عندنا مشكلة بالادجستمنت ومشكلة بالريكونتورينج اند بولشينج. بما انه صار عندنا مشكلة بالادجستمنت والريكونتورينج، احنا صارت عندنا مشكلة انه ما نقدر نسوي لها application in limited interarch space. patient with limited space ما نقدر نخلي لها porcelain teeth، لان porcelain teeth صعوبة الادجستمنت وصعوبة الريكونتورينج of tooth لانه ينكسر باي لحظة ممكن اثناء الادجستمنت. المشكلة الاخرى انه porcelain teeth ما يصير بيها chemical bond to the acrylic denture base، فنضطر انه نسوي فد modification بالmetal framework مثل ما موجود بالصورة اليمنى. modification خلينا pins or extensions، هاي الاكستنشنز حتى نسوي mechanical retention للبورسلين تيث، او نقدر نخلي pin inside the tissue side of porcelain teeth or inferior side of porcelain teeth for retention with denture base. وهذا راح يسوي لنا مشكلة الستينينج.
احنا قلنا الاكريليك ما راح يصير بيه ستيننج لانه كيميكالي بوند والدنتشر بيس، بينما البورسلين تيث راح تعاني من الجاب اللي تصير بينه وبين الدنتشر بيس، وهاي الجاب راح تجمع ستيننج وتجمع فود ديبريز وبعدين ليكج وتسوي هذا الستيننج السيرفايكال لاين ستيننج بالاولد دنتشر. They are not suitable for patients with minimal interocclusal space when extensive adjustment is needed to approximate minor connector and precision attachment. مثل ما قلنا انه الادجستمنت اللي نحتاجه بالبورسلين تيث are so difficult. Porcelain can cause severe wearing of opposing natural dentition. هي الماتيريال هو البورسلين have High abrasion resistance. بس بنفس الوقت راح يسوينا abrasion بالnatural dentition. هسه شو هاي الصورة؟ تبين إن البيشنت مسوي fixed bridge of porcelain، وجاي يشوفون الاتروجين اللي صاير عنده باللور anterior teeth. النوع الثالث هو metal teeth. Highly polished metal surface cause minimal wear to opposing surface of natural dentition metal and acrylic resin and porcelain. المتال تيث ار هايلي بولشد، طبيعه المتال انه نسوي له بولشد كل بولشنج بكل سهوله، فليش ما يسوي لنا ويرنج للاوبوزنج دنتيشن؟ لانه الهايلي بولشد راح يسوي لنا سليبنج او يقلل الفريكشنال فورس او فريكشنال موفمنت بينه وبين ناتشرال دنتيشن، فما راح يسوي لنا او يسوي مينيمال ويرنج تو اوبوزنج دنتيشن. البولجد ميتال سيرفيس هاي ابريجن ريزيستنس، بما انه معدن فاكيد بي هاي ابريجن ريزيستنس، بما انه الميتال تيث هاز هاي ابريجن ريزيستنس اند كوزنج مينيمال وير تو اوبوزنج دنتيشن، نقدر نستعملها او نفضل انه نستعملها بالكيسز اوف لوز فيرتيكال دايمنشن، لانه ما راح يسوي لنا فيوتشر لوز بالفيرتيكال دايمنشن، ونقدر نستعملها in case with interocclusal space لأنه easy to polish and easy to adjust it to for adjustment and recontouring. The patient with the metal teeth feel and sound natural during function. هي metal، هو الأسنان الميتال تيث، هو المتل مو حديد راح نستخدمه، هو كروم، والكروم هو مثل ما تعرفون هو سوفت متل، وسوفت متل بخاصية الابسورب شوك ابسوربشن. الاستاتيك اوف متل تيث كان بي امبروفد باي كاست سيراميك سيرفيس، انه نخلي سيراميك سيرفيس اون ليبيال سيرفيس بوكال سيرفيس اوف متل تيث تو امبروف ذير استاتيك. Posterior dentition or posterior denture teeth can be obtained with occlusal morphologies. عندنا ثلاث انواع نستخدم ال posterior teeth selection. بالنسبة ل posterior teeth هي ال monoplane, ال zero plane, وال semi anatomical وال fully anatomical. ليش استخدمنا هاي وليش نستخدم هاي؟ يعني راح ناخذها بصورة سريعة. ال monoplane teeth نقدر نستخدمها in cases with flat ridge. المونوبلين تيث نستخدمها بالكيس اوف فلات ريج اور سيفيرلي ابسوربد ريج، اللي هي الكيسات اللي اصلا البيشنت ما راح يعطينا سنتريك مضبوط 100%، فنستخدم الفلات تيث حتى نحصل على ملتيبل كونتاكت، ملتيبل اوكلوزال كونتاكت ات ذا سيم سنتريك اوكلوجن. كذلك نقدر نستخدم المونوبلين تيث ان بيشنت وذ بارا فانكشنال اكتيفيتي، يعني patient with bruxism, patient with severe atrogen، يعني نقدر نستخدمها المونوبلين تيث. هذا المونوبلين تيث راح تقلل لنا ال harmful effect of patient occlusion on the supporting structure. كذلك نقدر نستخدمها إذا patient عند previous denture with zero plane teeth وما عنده مشكلة بيها، نستخدم له zero plane teeth. بينما ال anatomical or semi anatomical tooth نستخدمها إذا patient عند good ridge والاوكلوجن مالته ما بي مشكله، نورمال اوكلوجن، ما عنده اتروجن، ما عنده بروكسيزم. واذا بيشنت عنده اصلا بريفيوس دنتشر وذ اناتوميكال تيث، نقدر نستخدم له اناتوميكال تيث.
factor affecting arrangement of teeth and removal partial denture. مثل ما قلنا اللي هو الاكلوزر ريليشن وي ريمينينج تيث. الريمينينج تيث راح تحدد لي نوع التيث اللي راح استخدمها الارتفيشال. اورينتيشن اوف اكلوزال بلين، هل الاكلوزال بلين يسمح لي استخدم التيث اكريليك بورسلين ميتال تيث حسب السبيس الموجود اللي ينطيني اياه الاكلوزال بلين. هل الادجستمنت اللي احتاجه من التايبس اوف تيث اللي اسوي لها سيلكشن اقدر اخليهن او اقدر اسوي لهن ارانجمنت على هذا الاكلوزال بلين الموجود. كذلك السبيس افيلبل فور ريستوريشن اوف ميسنج تيث، يعني مثل ما قلنا انه الاكريليك تيث نقدر نسوي له ادجستمنت فنقدر نخليه ان كيس اوف ليميتد سبيس. كذلك الميتال تيث، بينما البورسلين تيث ما نقدر نسوي له ادجستمنت فما نقدر نخليه له ان كيس اوف ليميتد سبيس. الارش انتجريتي، اذا عندنا فلات ريدج او عندنا ريدج ساوند ريدج اور جود ريدج نستخدم له زيرو بلين تيث اور نستخدم له الاناتوميكال تيث. توث مورفولوجي، شكل الاسنان اللي موجوده، مثلا الفيميل شكل الاسنان يختلف عن الميل، اليونج شكل اسنانه يختلف عن الاولد، فهذا شكل الاسنان الموجوده الريمينينج راح تحدد لي نوع هو شكل الاسنان اللي راح استخدمها الارتفيشال. حتى نسوي ارنجمنت صحيح لازم عندنا لاند مارك، وهاي اللاند ماركس راح نعتمد عليها انه نحصل من عندها ميجرمنت اللي راح على اساسه نسوي ارنجمنت. بالنسبه للابر ماكسيلاري عندنا الانسيزف بابيلا هو اهم لاند مارك، لانه الانسيزف بابيلا اللوكيشن مالتها دائما هي بايسكت ذا ميد لاين اوف ناتشرال دنتيشن. راح نحصله من الانسيزف بابيلا هو انه المسافه بين الانتيرير بوردر اوف ليبيال سيرفيس اوف الانتيرير بوردر اوف انسيزف بابيلا ان ليبيال سيرفيس اوف سنترال انسايزر، المسافه بينها هو 5 الى 7 مليم. يعني هي ال 5 الى 7 مليم هي المسافه المحدده اللي عندي اللي اخلي بيها السنترال انسايزرز، يعني راح تحدد لي الانتيرير بوستيرير بوزيشن اوف تيث. Another landmark بالنسبة للماكسيلاري anterior teeth هو ال distance from the labial vestibule اللي lateral to labial frenum to the incisal edge اللي ال edge لازم من 22 مليمتر إلى 18 مليمتر. هذا راح يحدد لي vertical position of teeth or height of anterior teeth. اللي العوامل اللي نعتمد عليها بتحديد البوزيشن اوف انتيرير تيث انه لازم نحصل على proper phonetics and aesthetic and proper lip support، ولازم الانتيرير تيث تعطينا proper natural facial profile. هذه كلها اللي راح تحدد لي البوزيشن اللي راح يخليه بالانتيرير تيث. كذلك انه position of anterior teeth، اذا عندي remaining anterior teeth يعني عندي remaining natural dentition لازم artificial dentition او artificial teeth in harmony، لازم مشابه او مطابق لشكل والposition of natural dentition. بالنسبة للmandibular anterior teeth عندنا الجايد اللي راح نستخدمه اللي هو الساوند بوزيشن الماندبل فور ماندبلر انتيرير تيث. during الساوند راح يصير عندي كونتاكت بين الانسايزال ايج اوف سنترالز اند لاترال اند انسايد اوف ماندبلر سنترال اند لاترال اند انسايزال ايج اوف ماكسيلاري تيث. هذا راح يحدد لي البوزيشن اوف انتيرير ماندبلر دنتيشن. كذلك عندنا جايد اخر اللي هو اللور ليب نقدر بواسطة نحدد الليفل او الارتفاع الانتيرير مانديبولار تيث. الانتيرير مانديبولار تيث لازم تكون with the level of lower lip، يعني during relax position لازم الانتيرير مانديبولار تيث ما تبين لانه مستواها ويا مستوى اللور ليب. بالنسبة للانتيرير ريموفال بارشال دنتشر عندنا يا اما كلاس 3 او كلاس 4، فإما كلاس 3 أو كلاس 4. عادة بالكلاس 3 أو كلاس 4 الريمينينج دنتيشن هو راح يحدد لنا الاكلوزال بلين، هو اللي راح يحدد لنا البوزيشن. الريمينينج دنتيشن هو عامل مهم انه يحدد لنا البوزيشن اوف انتيرير تيث.
سواء انه اذا عندنا الاوفرلاب اوف تيث اوف ريمينينج ناتشرال دنتيشن، الفيرتيكال بوزيشن، الليبيولينجوال انكلينيشن اوف تيث اوف ناتشرال تيث، هو راح يحدد لي الانكلينيشن والبوزيشن اوف انتيرير دنتيشن. اذا ما عندنا ريمينينج ناتشرال دنتيشن فاحنا الاكلوزال بلين احنا راح نحدده. posterior teeth arrangement of posterior teeth لازم ينطينا proper aesthetic phonetics function and should be in harmony with remaining natural dentition. So not every natural tooth should be is lost should be replaced with artificial dentition. يعني مثلا الوزدم تيوث احنا ما نقدر نسوي له replacement لانه او ما نحتاج نسوي له ريبليسمنت لانه ما نستفاد منه لا بالفونيتكس ولا بالفانكشن. فور كلاس 1 اند كلاس 2 ريموف بارشال دنتشر، يعني بالديستال اكستنشن دنتشر بيس الريمينينج اوبوزنج ناتشرال دنتيشن هو اللي راح يحدد لي البليسمنت اوف ارتفيشال تيث. يعني الاوبوزنج دنتيشن هو راح يحدد لي الانكلينيشن، هو راح يحدد لي الهايت اوف artificial teeth، هو راح يحدد لي الكسب to fossa relation of natural dentition. بس إذا ما عندنا opposing natural dentition، إذا ما عندنا opposing natural dentition الاكلوزال بلان بلان بهالحالة إحنا اللي راح نسوي له establishment وإحنا راح نحدده حتى على أساسه راح نسوي arrangement of anterior teeth of posterior teeth. For Kennedy class 2 and class 3 أو class 1 أو class 2 اللي يعني بالفري اند الاكلوزال بلين اذا ما عندنا اوبوزنج ناتشرال دنتيشن اكلوزال بلين احنا راح نسوي له ريستابليشمنت مثل ما قلنا. فالاكلوزال بلين اللي راح نرسمه هو لاين من الكاست تيب اوف لاس ابوتمنت تو الميدل تو ابر 1/3 اوف ريترومولر باد. هذا الاكلوزال بلين راح يحدد لي ارتفاع، راح يحدد لي البوزيشن اوف ريمينينج اوف ارتفيشال بوستيرير تيث. هذا الاكلوزال بلين ممكن نسوي له ادجستمنت، ممكن نصعده، ممكن ننزله حسب الروم اللي نحتاجها فور ارانجمنت. يعني الروم اللي نحتاجها فور ارانجمنت اوف بوستيرير تيث. ايديالي ذا اكلوزال بلين شود بايسكت ذا افيلابل انتر ارش سبيس ايكوالي. ترايل دنتشر، الترايل دنتشر راح نسويه بالجزء الثاني. بالفيديو الثاني راح نحكي على ترايل دنتشر. السلام عليكم، هذا الجزء الثاني من المحاضرة. احنا بعد ما كملنا الجو ريليشن ريكورد اخذنا الفيرتيكال واخذنا السنتريك واخذنا البروتروزف ريكورد واللاترال ريكورد واختارينا التايب اوف تيث راح نستعملها بالدنتشر وسوينا arrangement anterior and posterior teeth، حكينا عن الarrangement واللاندماركس اللي نحتاجها بالarrangement وكملنا الwax up of trial denture. فاللي راح نحصله بعد الarrangement والwaxing up هو trial denture. احنا شو نسوي بالtrial denture؟ ليش نحتاج خطوة trial denture؟ خطوة trial denture هي اخر step ممكن احنا نصحح بيها الايرورز اللي صارت عندنا او اللي ممكن تصير عندنا. الايرورز هذه تصير نتيجة هواي اسباب، نتيجة انه impression errors or selection or jaw relation errors، يعني centric jaw relation error or vertical dimension error. كذلك ممكن تصير عندنا error بسبب طبيعة الواكس، يعني الواكس هو dimensional unstable material. بما انها dimensional unstable material فهي متعرضة او تتعرض للتشينج بسبب الكولد او بسبب الهوت environment. فاحنا قبل لا نستمر او قبل لا نوصل لخطوة الفينش دنتشر احنا لازم نسوي checking للترايل دنتشر. checking of trial denture راح ينقسم الى جزئين، جزء يتعلق checking and examination on mounting cast اللي نحتاجه بالتشيكينج
على الماونتنج كاست اللي ماونتد كاست اللي هو على الارتكليتر اكيد على السمي ادجستر والارتكليتر. اول شيء راح نشيكه هو الادابتيشن اوف ترايل دنتشر اون كاست. هذا يشمل الادابتيشن اوف ميتال فريم ورك والادابتيشن اوف واكس دنتشر بيس اور اكريليك دنتشر بيس. الادابتيشن راح يشمل الميجر كونكتر المينر كونكتر الريست الدايركت ريتينر الادابتيشن اوف ريكورد بيس على الـ على الريسيدوال ريدج والادابتيشن اوف اوف ريكورد بيس اكوردنج تو ادجيسنت ناتشرال تيث ادجيسنت ستراكشر. كذلك راح نسوي تشيكينج للاوكلوجن فيما يتعلق السنتريك ريليشن اللي موجود عندنا على الارتكليتر والماكسيمم انتركسبيشن والكاست تو فوسا ريليشن بين الابر واللور دنتيشن البوزيشن اوف ارتفيشال تيث ان ريجاردينج تو ادجيسنت ناتشرال وان. احنا مثل ما قلنا الارتفيشال تيث لازم هي تكون ان هارموني وذ ادجيسنت ناتشرال دنتيشن. كذلك الاكستنشن والكونتورنج اوف واكس فلانج. الواكس فلانج مثل ما تعرفون الواكس فلانج لازم الواكس فلانج بي ثيكنس ينطينا سبورت للادجيسنت ستراكشر للليب اند تشيك. ولازم الواكس فلانج لازم نتاكد انه واصل لنهايه الفيستيبولار ديبث ونتاكد انه احنا مخلين فد روم او مخلين فد سبيس كافي للفرينم حتى تتحرك براحتها الفرينم ديورنج فانكشن. هذه الامور كلها نشيكها على الكاست. بعدين احنا راح التشيكينج اوف ترايل عندنا تشيكينج اوف ترايل دنتشر انسايد بيشنت ماوث. اول شيء نشيكه قبل كل شيء هو الادابتيشن اوف دنتشر. يعني عندنا الدنتشر شلون يعني المشكله البور ادابتيشن راح ممكن نصادفها هواي. البور ادابتيشن بيها هواي اسباب وكل سبب له حل خاص به. مشكلة البور ادابتيشن ممكن تصير عندنا من الفولت امبريشن. امبريشن اذا صار بها دايمنشنال تشينج مثل ما قلنا ممكن تسوي لك عندك بعدين بور ادابتيشن اوف فريم ميتال فريم ورك او بور ادابتيشن اوف ترايل دنتشر. ديفكتيف واكسنج اور ديفكتيف كاست بورنج اور ديفكتيف ميتال فريم ورك كاستنج. هذه كل الامور ممكن تسوي لها بور ادابتيشن اوف دنتشر. عندنا طريقة سهلة نقدر نشيك الادابتيشن اوف دنتشر بعد انه نكمل الانسبكشن باي فيجن. يعني نشوف انه ماكو عندنا سبيس ان وونتد سبيس بين البارت اوف بارشال دنتشر اند ادجيسنت سبورتنج ستراكشر. اذا ما شفنا اكو فد سبيس او اكو فد شيء غريب موجود عندنا او فد شورتج المفروض هو ما موجود هذا بهالمكان هذا اور اوفر اكستنشن ممكن يسوي لنا هذا البور ادابتيشن اور هاي او بريماتشور كونتاكت اللي ممكن تسوي لنا بور ادابتيشن. اكو طريقه ثانيه انه نتاكد انه ما بي البارشال دنتشر ترايل دنتشر ما بي روكينج. شلون نعرف انه ما بي روكينج؟ لانه اول ساين اوف بور ادابتيشن هو الروكينج اوف دنتشر، يعني الدنتشر ما ثابت. انه نسلط الترناتيف فينجر بريشر على البوث سايد اوف بارشال دنتشر، او اذا عندنا البارشال دنتشر هو بون سايد نسلط على سايد واحد. الالترناتيف فينجر بريشر اللي نسلطه على جهه وبعدين نشيل البريشر من هاي الجهه نسلط على الجهه الثانيه بالتناوب، اذا صار عندي فد روكينج او حسيت الدنتشر انستابل معناها عندي بور ادابتيشن. وقلنا الحلول تعتمد على الكوز اللي سوينا هذا البور ادابتيشن. الاوكلوجن الاوكلوجن بهالخطوه احنا هنا نشيك الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، لانه السنتريك ريليشن او السنتريك ريليشن راح نحكي به بعد شويه. الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن احنا عندنا حالتين بالبارشال دنتشر تتعلق بالفيرتيكال دايمنشن. اول حاله اذا عندنا انف تيث انف ناتشرال تيث، يعني عندنا انف فيرتيكال ناتشرال ستوبر. هذه الانف فيرتيكال ناتشرال ستوبر هي اللي محافظت لي على الفيرتيكال دايمنشن. اذا عدي مثل هاي الحاله هسه لقبالكم انه عندنا الرايت سايد اوف بيشنت عندنا ابر اند لور بوستيرير تيث بيهن اوكلوجن بيهن ناتشرال اوكلوجن هي هاي محافظتنا على الفيرتيكال دايمنشن. فاني كل اللي اسوي انه اسوي ترايل دنتشر او فينيشت اور اكريليك دنتشر
على نفس هذا الـ vertical dimension الموجود. شلون راح بهاي الحالة شلون احنا نشيك الـ vertical dimension؟ نطلع الـ trial denture outside of patient mouth ونسوي ونخلي الـ patient يطبق بالcentric حسب الطريقة اللي تعرفوها، انه ندفع الماندبل الى most posterior position and do occlusion. فاذا شفنا فنشوف الـ occlusion of natural dentition شلون صاير، وبعدين نرجع اللبسه لترايل دنتشر ونخليه يسوي اوكلوجن بالسندريك. اذا شفنا الناتشرال تيث ما صار اكو جاب او سبيس بيناتها، يعني البارشال دنتشر ما اثر على الاوكلوجن اوف ناتشرال دنتيشن، معناها الفيرتيكال دايمنشن عندنا ما متغير. زين اذا صار عندنا جاب بين الارتفيشال وبين الناتشرال تيث، معناها عندنا ريديوس فيرتيكال دايمنشن. هذي عكس انه اذا يصير عندنا جاب بين الناتشرال والناتشرال، اذا بين الناتشرال والناتشرال معناها انكريز فيرتيكال دايمنشن. زين اذا احنا ما عندنا ناتشرال فيرتيكال ستوبر، يعني الاسنان مطشره وماكو فتوث يطبق دايركت او مباشر على 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 اوبوزنج تيث، هنا بهالحاله الفيرتيكال دايمنشن احنا نعتبره مفقود. شلون نحصل هذا الفيرتيكال دايمنشن؟ لازم نرجع للريست نقيس الفيرتيكال دايمنشن ات ريست، ونرجع نقيس الـ vertical dimension at occlusion ونشوف الفرق بيناتهم، لازم من 4 إلى 2 مليم. إذا عندنا هذا الفرق صحيح معناها الـ vertical dimension اللي سويناه صحيح. الـ contouring of wax flange، الـ contouring wax flange مثل ما تعرفون أنه لازم rounded smooth border، الـ wax لازم smooth حتى ما يسوي لنا food accumulation. في بعض الأحيان بعض الآراء أنه لا يسوي لك فالتكستشر على الواكس حتى يطيمون ناتشرال ابييرنس، وبعض الناس او بعض الاراء تقول لا لازم البارشال دنتشر فلانج سموث وسوفت العفو راوندد بوردر، والبوردر واصله لنهايه الفيستيبيول. كذلك المهم الامر المهم اللي لازم ناخذه بعين الاعتبار هو الريليشن اوف واكس تو ادجيسنت ناتشرال دنتيشن، يعني الجنجيفال مارجن مثل ما تشوفون بالصورة. شوفوا هنا الجنجيفال مارجن واكسينج او كارفينج شلون جاي كأنه ناتشرال انتردنتال بابيلا، واكو فد عندنا منطقة السيلف كلينسينج اريا. هذا الامر كلش مهم حتى لا يصير عندنا فود ستاجنيشن وبعدين يسوي لنا مشاكل المشاكل الكيريز بالادجيسنت دنتيشن. بينما الصورة الاخرى رجعت بينما الصورة الاخرى شوف هنا الواكس ماكو اي ريليشن اي ناتشرال ريليشن بين هذا الواكس وبين الادجنسنت كاناين. هذا معناها احنا هنا ما راح نقدر ما راح يصير عندنا سيلف كلينسينج، فلازم نغير الاناتومي والواكسينج اوف انتردنتال واكس. ابييرنس، بالنسبه للابييرنس اي موديفيكيشن نسويها بالبوزيشن مال تيث او اي موديفيكيشن بالانسايزل ايج، اي موديفيكيشن يتعلق بالاستاتيك لازم البيشنت نبلغه بهذا الشيء، ولازم ناخذ رأي البيشنت كذلك. إذا عنده رأي خاص أو عنده فد ديزاير خاصة بالأستيك أوف ترايل دنتشر، ممكن نطيم رأي ونقول له هذه المشاكل اللي عندنا أو هذه التشينج اللي راح نسويها. كذلك إذا عندنا فد مشكلة الكلاسب، يعني أكثر شيء إحنا نواجهه هي مشكلة الكلاسب خصوصا الانتيرير كلاسب. البيشنت ما يعرف إنه إحنا ممكن احنا مضطرين نخلي انتيريور كلاس حسب الديزاين يحكمنا بهالشيء حتى نحصل ريتينشن. فالبيشنت لازم تبلغه انه انا مضطر اخلي كلاس على هذا التوث حتى احصل ريتينشن حتى يفيدك بعدين بالفانكشن. فاذا تبلغه حتى يصير هو بريبيرد سايكولوجيكالي ويعرف الجاي يصير وليه سوينا هيك. الـ verification of aesthetic of a trial denture ورا ما كملنا الـ adaptation وشيكنا الـ gingival contour والـ contour of the trial denture والـ vertical dimension نبدأ بالـ aesthetic evaluation. إذا عندنا كل الأسنان مفقودة natural وإحنا عوضنا كل الأسنان الأنتيريور عوضناها بـ artificial teeth والـ upper lip in normal length، يعني لا short lip ولا يعني dropped lip. So بهالحالة typically لازم the edge of central incisor should be visible when the lip are relaxed at relaxed position or relaxed situation
only the incisal edge, or على الأقل احتمال على أقل تقدير هو the incisal 1/3 of central incisors should be visible when the lip are relaxed. هذا the ideal situation اللي إذا قدرنا نسوي. بس الايديال مو دائما موجود ومو دائما راح نواجهه. اللي راح تواجهنا يا اما البيشنت عنده الليب ار داون او دراون ابورد، يعني البيشنت اللي يعاني من الجم سمايل. البيشنت اللي يعاني من الجم سمايل احنا نحاول قدر الامكان انه الجنجيفال كونتور اوف دنتشر بيز انه نخليه فيزبل اقل ما يمكن اور مينيمال ايفيدنت حتى نقلل من تأثير الجام سمايل. عندنا هواي حلول ممكن نقلل من الفيزبل جينجيفال كونتور اوف دنتشر بيز. اول شيء انه نقلل الثيكنس اوف دنتشر بيز اوف فيزبل دنتشر بيز. اذا قللنا الثيكنس فراح نقلل تأثير الفلانج من انه يزود لنا الابورد ديسبليسمنت اوف ليب. يعني مثلا هاي الحاله هنا على الجهة اليسرى انه الفلانج ار تو ثيك، فمسوية ديسبليسمنت اكثر مما من اللازم للابر ليب. كذلك هنا البيشنت او التكنيشن ما منطي الصورة الاخرى ما منطي فد اهتمام اكثر للشيب اوف تيث اند لينث اوف تيث. فاحنا ممكن بهاي الحالة نطول الاسنان ونطولها او نمدها اكثر جينجيفالي حتى نقلل من الفيزبل اماونت اوف اكريليك دنتشر بيس. شوفت سبيس يعني مثل ما تعرفون بعد الاكستراكشن راح يصير عندنا درفتنج ومايجريشن اوف ادجيسنت ناتشرال دنتيشن، وهاي الحاله دائما هواي تصادفنا. فانت تصير محي يعني تحتار انه تخلي عدد اسنان كافي او انه تسوي ميسنج التوث او توثين حتى في سبيل تسوي الريجمنت مقبول. الاستاتيكلي نحاول انه ما نقلل عدد الاسنان، لانه تقليل عدد الاسنان راح يعطينا مشاكل، يسوي لنا مشاكل بالاستاتيك. فالحلول الاخرى، الحلول الاخرى اللي تعطينا مور ناتشرال ابييرنس، يعني مو بس تعطينا استاتيك ريزلت، لا تعطينا ناتشرال ابييرنس اكثر، انه نسوي اوفرلابينج أو نسوي روتيشن سواء ميزولينجوال أو ديستولينجوال روتيشن أوف كناين أو ميزولينجوال روتيشن أوف إنسايزرز. هذا الروتيشن والأوفرلاب ينطينا مو بس acceptable aesthetic result ولكن أكثر natural appearance، لأنه البيشنت أو اللي راح يشوف البارشال دنتشر ما يتوقع البارشال دنتشر بأوفرلابينج أو روتيشن، راح يجي بباله لأنه هذا natural. هذا الشيء اللي ممكن نستفاد به اذا واجهنا حاله الشورت سبيس. اذا عندنا لارج سبيس فعندنا حلول اخرى، انه يمكن ممكن نسوي دايستيمن كوربوريشن، نسوي دايستيمن بين السنترالز او بين السنترالز واللاترالز. يعني ممكن نسوي بس دايستيمن بين السنترالز او نسوي جنرالايزد دايستيمن. بس بهالحالة لازم نبلغ الامبيشنت انه احنا سوينا هيك شيء لانه عندنا مشكلة بالانتر دنتال سبيسنج. هذا الامر مهم لازم نشاركه ويا البيشنت، لانه مثل ما قلنا اي شيء يتعلق بالاستاتيك لازم البيشنت يتبلغ بهالشيء. عندنا حل اخر انه نختار فد سايز اكبر من الارتفيشال تيث حتى يسد لنا هذا السبيس الاكسترا سبيس الموجود عندنا. بس الاختيار سايز اكبر لازم نكون حذرين وياه، لانه ممكن اذا كبرنا سايز الاسنان حجم الاسنان ممكن راح يسوي لنا مشاكل بالاستاتيك. اوفرلابينج اوف انتيرير مثل ما حكينا انه الارتفيشال تيث لازم تكون ان هارموني وذ ذا ناتشرال دنتيشن. اذا عندنا سم انتيرير تيث سو ذا اوفرلاب شود بي دوبليكيتد، يعني نفس الاوفرلاب الموجود بالناتشرال احنا لازم نسويه بالارتفيشال تيث حتى ما نطلع عن القاعده العامه. هسه في مثل هاي الصوره البيشنت عنده هنا ايج تو ايج اوكلوجن بين السنترالز اللاترال واللاترال والكناين والكناين، فاحنا مضطرين ان نسوي ايج تو ايج اوكلوجن ويا الناتشرال ويا الارتفيشال دنتيشن، سوينا دوبليكيشن للاوفرلاب. حتى وان كان ماكو اوفرلاب نسوي نخليها ايج تو ايج بدون اوفرلاب.
بس عندنا بالإذا بالايديال دنتيشن او العفو اذا احنا كل الناتشرال تيث مثل ما هاي الحاله اللي على اليمين انه كل الناتشرال تيث ار لوست اور ميسنج فاحنا عوضنا كل الانتيرير وذ ارتفيشال تيث. هالحاله احنا لازم نلتزم بالايديال انه نسوي فيرتيكال اوفرلاب اباوت 2 مليم وذ هوريزونتال اوفرلاب. إذا صار عندنا excess of vertical overlap يعني إنه vertical overlap صار of upper teeth to lower or lower to upper هذا راح يسوينا بعدين excess of force على natural على artificial dentition وممكن راح يسوينا trauma على opposing gingival tissue. فإحنا لازم نتأكد إنه ما يصير عندنا excess of vertical overlap بهاي الحالة. Vertical alignment of teeth. مثل ما تعرفون إنه teeth are not straight. يعني كل الأسنان لازم بيها deviation. سواء mesially or distally or lingually or labially. كل tooth إلها فت characteristic feature according to vertical alignment. يعني مثلا تعرفون السنترالات are straight تقريبا with slight lingual deviation. Laterals are mesially deviated. Canine distally deviated. وهكذا. إحنا فبالarrangement نحاول أن نسوي duplication هذا ال deviation اللي موجود بالnatural dentition. فهذا slight deviation راح يعطينا more acceptable aesthetic. أكيد بس لازم أكيد أنه ما نسوي significant deviation لأنه كل شيء يزود عن حده يصير ضده مثل ما تقول القاعدة. خصوصا يعني لازم نتأكد الماكسيلاري ميدلاين ار ان هارموني اور ان كوردينيشن وذ ذا مانديبولر ميدلاين. هذا الشيء الايديال لازم الماكسيلاري ميدلاين يجي ويا المانديبولر ميدلاين. بس بالواقع احنا مهما واجهنا من حالات راح نشوف انه هذا الشيء صعب او هذا الشيء يعني راح يأثر لنا على الارنجمنت اوف تيث. فمثلا بهاي الحالة انه صاير عندنا في الماكسيلاري ميد لاين ار ديفيتد اباوت 1 تو 2 مليمتر او 1 الى 1.5 مليمتر فروم مانديبولار ميد لاين. هذا ممكن نعتبره ضمن النورمال رينج لانه في بعض الاحيان انه السبيس اللي عندنا بين الميسنج تيث او بسبب الدريفتنج اللي يصير ويا الاوبوزنج دنتيشن. يعني الاوبوزنج دنتيشن دائما يصير بيها ميجريشن خصوصا اذا عندنا اكستراكشن بوستيريرلي او انتيريرلي اكيد الميدلاين ما راح يبقى بنفس مكانه. فالديفيشن هذا نتوقع انه يكون موجود ولكن يكون ما يعبر الحد المسموع او الحد حد الليميتيشن اور ليميتد رينج اللي موجود. أكيد إذا عدنا أتروجين بالناتشرال دنتيشن إحنا لازم نسوي أتروجين بالارتيفيشال تيث حتى نسوي دبليكيشن حتى يصير هارموني وحتى يكون الارتيفيشال تيث إن هارموني وذ ذا ناتشرال دنتيشن. هذا شيء طبيعي. التوث شيد يكون صعب إذا كان عدنا adjacent natural dentition. يعني إذا natural dentition موجود شوية tooth shade selection راح يكون أصعب مما إذا ما عدنا أي natural dentition. لأنه يعني إذا ما عدنا أي natural dentition إحنا شوية عدنا حرية بالاختيار باختيار shading or shade selection. بينما إذا عدنا remaining natural dentition شوية لازم نسوي shading مشابه أو مقارب جدا لل shade of natural dentition. فالshade selection حاول لا تأخذه وحدك. حاول إذا عندك مساعد أو مساعدة ويفضل أن تكون مساعدة هي اللي تأخذ لك الshading لأن الفيميلز عندهم فد رينج بالألوان إحنا ما موجود عندنا. فحاول إذا البيشنت فيميل أو عندك مساعد فيميل هي اللي تساعدك باختيار اللون لأنه اختيار اللون صعب بالنسبة للميل أشوفه أنا. كذلك من نسوي selection of shade لازم تتأكد using under
different light source. يعني تستخدم تسوي shading under chair light, وتسوي shading in the room light or under sunlight. هذا حتى نتأكد من انه الشيد اللي جاي نختاره صحيح, لانه مرات الشيدز تعطيك مقادير مختلفة او قيم مختلفة باختلاف اللايت, بما يتعلق بالترانسلوسنتي الترانسلوسنسي واللايت ريفلكشن. هذه كلها تأثر على الشيد سيلكشن. او عندنا طريقة انه الشيد اللي نختاره نطق له صورة بالموبايل, دنتال موبايل فوتوغرافي ويل ادجيسنت, وبعدين ندخله نفلتره, نسوي ساتوريشن للالوان, نسوي فد وايت تو دارك هذا الفلاتر الاخرى. هاي الفلاتر راح تساعدنا انه نختار, راح تساعدنا انه نشوف الاختلاف الدقيق الموجود بين الشيدنج, بين الشيد اوف ناتشرال اند ارتفيشال دنتيشن. بيشنت ايفالويشن, بعد ما كملنا شغلات الاستيتيك ناخذ راي المريض ونشوفه شنو اللي يحتاجه او شنو اللي يريده, واذا تغديه هم غديه ماكو مشكله. فالتشينج اللي راح نسويها لازم نبلغ بيها, والكومنتس اوف بيشنت هم لازم نسمعها ونشوف راي المريض, خصوصا في شغلات الاستيتيك راي المريض كلش مهم. هذا حتى نقوي العلاقه او الكوميونيكيتيف سكيلز اند سايكولوجيكال انسايت. هذا البيشنت ايفالويشن. الخطوه الاخيره هي الفيريفيكيشن او جو ريليشن. احنا ليش نحتاج نسوي فيريفيكيشن اوف جو ريليشن؟ احنا مو كل كيس نسوي لها فيريفيكيشن اوف جو ريليشن, لا, عندنا اربع حالات نسوي لها فيريفيكيشن نحتاج بالترايل دنجر. اول حاله اذا صارت عندنا مشاكل, نتوقع صارت عندنا مشاكل ديورينج جو ريليشن بروسيجر, يعني صارت عندنا مشكله ديورينج سنتريك ريليشن ريكورد او ديورينج فيرتيكال ريكورد او during mounting of article cast on articulator. إذا شكينا بأنه عندنا مشاكل هنا صارت, ممكن راح نتأكد منها at trial denture step. الخطوة الثانية إذا عندنا partial denture opposed by complete denture. مثل ما تعرفون إذا عندنا partial denture و complete denture, النوع الاكلوجن اللي راح نختاره هو bilateral balanced centric occlusion. ليش نحتاج bilateral balanced centric occlusion؟ لأنه هذا النوع من الاكلوجن نحتاجه في سبيل نحصل على best stability of complete denture, وبنفس الوقت يسوي لنا distribution of stress. هذا راح اللي بدوره راح يقلل لنا pressure أو راح يقلل لنا unwanted stress or underlying bone, ويقلل لنا resorption of bone. فهذا السنتريك اكلوجن قد ما هو بايلاترال بالانسد قد ما هو صعب قد ما هو مهم وبيفائده. الحالة الثالثة إذا عدنا posterior teeth, all posterior teeth in both arch are be replaced. ليش نحتاج؟ لأنه في هاي الحالة بما بالإضافة إلى إحنا نحتاج البايلاترال بالانسد اكلوجن يعني مثل الكومبليت, نفس الوقت البيشنت اللي عده all posterior teeth in both arch are lost, the centric relation اللي راح يعطينا اياه ممكن يكون غلط. فحتى نتاكد انه ما عندنا فد ايرور صار بالcentric relation, نفضل انه نسوي verification للجو ريليشن. الخطوه الثالثه الرابعه اللي مثل ما قلنا اذا ما عندنا opposing natural dentition. اذا ما عندنا opposing natural dentition يعني ما عندنا natural vertical stopper, فالvertical dimension يحتاج نسوي له verification. شلون نسوي له verification؟ نطلع الترايل دنتشر من البيشنت ماوث, ونخلي خط على السنتر اوف نوز اوف بيشنت, والخط الثاني او النقطه الثانيه نخليها على السنتر اوف تشين اوف بيشنت, ونحاول نخلي البيشنت ان ابرايت بوزيشن اند ان ريلاكسد ستيت حتى ناخذ الريست. أخذنا الريست, صار عندنا قراءة, صار عندنا رقم, نرجع لترايل دنتشر انسايد بيشنت ماوث, ونخلي البيشنت يطبق بالسنتريك, ندفع الماندبل الى موست بوسيريور بوزيشن, ونقول للبيشنت انه يظل طابق, ونقيس القراءة راح يطلع عندنا رقم ثاني. لازم الرقم في الايديالي او انه الشغل الصحيح لازم يكون عندنا السنتريك
ال vertical dimension at rest لازم 2 إلى 4 مليم 2 إلى 2 to 4 مليم أكبر من ال vertical dimension at occlusion. فبهالحالة سوينا verification. إذا أدنا أقل معناها reduce vertical ويحتاج نعيد الترايل أو واحد من الترايل دنشر. إذا أكثر يعني معناه ازداد ال vertical ويحتاج نعيد كذلك واحد من الترايلز. يبقى عندنا ال verification of centric relation. السنتريك ريليشن انت عندك سنتريك انت عندك كاستات وعندك ترايل دنتشر على ارتكليتر شفته او فحصت الاكلوجن من البدايه شفته سنتريك انتركسبيشن صحيح الريليشن بين الناتشرال والناتشرال صحيحه بين الناتشرال والارتفيشال صحيحه فشفت السنتريك صحيح يبقى تشيل الترايل دنتشر شيله من الاكريليك نخليه انسايد بيشنت ماوث وبعدين تخلي البيشنت يطبق بالسنتريك تدفع الماندبل تو موست بوستيرير بوزيشن ويفضل انه تقول له يرفع لسانه بنهايه البلت لفوق حتى يسهل الجايدنج اوف ماندبل تو سنتريك ريليشن شفته صحيح نفس الاكلوجن نفس الاكلوجن اللي صار عندك نفس الاكلوجن اللي بالارتكليتر تقارنه ماكو مشكله عندك يعني السنتريك اللي اخذته نفس السنتريك اللي طلع عندك هسه وماكو اي اختلاف لأنه السنتريك مثل ما تعرفوا السنتريك ريليشن ار ريبيتابل ريليشن يعني السنتريك دائما البيشنت يطبق بيها السنتريك الغلط البيشنت ما يقدر يعيده يعني لأنه غلط راح يظل يطيب كل ساعة سنتريك غلط كل ساعة سنتريك غلط واحد ما يشبه الثاني بينما السنتريك الصحيح البيشنت يعيده نفسه بالضبط فإذا عاد نفسه الاكلوجن اللي صار عندنا بهاي الجلسة نفس الاكلوجن اللي اخذناه بالجو ريليشن ريكورد ونفس الاكلوجن اللي موجود على ارتكليتر معناه احنا ما عدنا خطأ باي خطوة وامورنا بالسليم اذا صار عدنا خطأ وشفنا اكو اختلاف بالسنتريك ريليشن معناها عدنا مشكلة صارت عدنا بالجلسة السابقة اللي هي الجو ريليشن ريكورد بهالحالة شلون نتصرف اكو مرات اكو حالتين حالة انه انت عدك عدد أسنان كافي اللي هي مثلا bounded class 3 partial denture بهالحالة بما أنه تعدك عدد أسنان كافي معناها أنت centric relation مالتك ما يحتاج فقط minor change أو تغييرات بسيطة فشن نسوي؟ نسوي additional jaw relation record additional jaw relation record أنتم مثل ما تعرفوها الجو relation record هنا تقريبا أربعة اللي هي الفيس بور ريكورد والانتر اكلوزر ريكورد واللاترال ريكورد واللاترال والبروتروزف والسنتريك ريليشن فاللي راح نحتاجه فقط الانتر اكلوزر ريكورد هذه اذا عدنا عدد اسنان كافي وما عدنا مشكلة مثل هالكيس باوندد كلاس 3 وصار عنده ايرور بالاكلوجن اللي يحتاج شيت واحدة من الواكس نقول للبيشنت يطبق بالسنتريك نتأكد طبق بالسنتريك نشيل الشيت مال واكس ونرجعها نشيل الشيت مال واكس والترايل ونرجعها على الكاست على الارتكليتر نفتح الارتكليتر ونسوي له ريماونتنج جديد الكاستات زين هذه خلصت العملية فقط يعني نعيد الارنجمنت بهاي الانتر اكلوزر ريكورد زين اذا عدنا فري اند ابر اند لور إذا free end upper and lower الانتر اكلوزر ريكورد ما تفيدنا اللي راح نستخدمه هو انه نرجع خطوة كاملة للأخير انه نستخدم الدنتشر بيس ريكورد بيس والواكسرم دنتشر الريكورد بيس والواكسرم ناخذ بيها سنترك جديد نشيلهن بعدين يعني ان من ناخذ بهن سنتريك اكيد لازم نسوي لهن فيكسيشن نثبتهن يا اما نستخدم فد النار انه نلحم الواكس الابر واللور او نستخدم زنك اوكسايد يوجينال بين الابر اند لور واكسرم نطلعهن كقطعه واحده يعني ما نفتحهن نرجع نركبهن على الكاست ونسوي ماونتنج جديد للارتكليتر زين احنا الارتكليتر حتى يستقبل هذا الـ additional jaw relation record السمي adjustable articulator ما احكي على articulator اللي نستخدمه احنا
لازم الـ arc of rotation of articulator must be same as the arc of rotation of patient mandible. احنا مكملنا الـ interocclusal record والـ jaw relation واخذنا additional jaw relation، فحتى نعرف انه الـ articulator يستقبل هذه الـ additional اللي سويناها لازم الـ arc of rotation. هذا الـ arc هسه هذا رسم توضيحي، هذا arc of rotation of patient وهذا arc of rotation of acrylic. هذا شنو الارك؟ شلون صار عندنا الارك اوف روتيشن؟ هو الارك اللي يمثل الحركة الاوبننج اند كلوزنج اوف بيشنت، اللي هو من الطينيات الطينيه الكوندايل مانديبولار كوندايل اللي قاعده بالارتكليتنج فوسا، هاي راح تعطينا الارك اوف روتيشن. زين الارسمه ادجستبل ارتكليتر بيفت شيء اسمه كوندايلر اليمنت. هذا الكوندايلر اليمنت نفس يقوم نفس الدور of mandibular condyle. زين condylar element of articulator احنا شلون نسوي لها adjustment؟ شلون نسوي لها adjustment حتى تكون مشابهة لحركة الكوندايل اللي موجودة عندنا بالبيشنت؟ الادجستمنت مالتها يكون عن طريق الجو ريليشن ريكوردز اللي حكينا عنها، الفيسبو ريكورد والسنتريك والبروتروزف واللاترال، ذني كلهن الفيرتيكال الجو ريليشن ريكورد هن راح يسوي لي ادجستمنت الهاير كوندايلر اليمنت الموجوده بالارتكوليتر، فراح تكون نسوي لها نضبطها على اساس الحركه اللي طانا اياها البيشنت ديورينج ريكوردز. فحتى الارتكوليتر يستقبل لي او يستلم هاي الاديشنال جو ريليشن اللي غيرناها لازم هذا الارك اوف روتيشن اور كوندايلر اليمنت مشابه للحركه مال كوندايل اوف patient. And thank you.